أم السيدة سلمى كانت بتقول سبحان ربي الأعلى، ما بتقولش سبحان ربي الأعلى، فهي بتقول كده صلاتها بطلت. لا أبشري خيرا ما يقال في السجود، اللي هو السجود الركن نفسه هو السجود، وما يقال فيه من الأذكار اللي بنقولها ليس ركنا، يعني التسبيحات اللي بنقولها ليست ركنا ولا شرطا، وما قالته الست الوالدة لا شيء فيه، وإن شاء الله صلاتها مقبولة وتعذر بعدم معرفتها يا صاحبة السؤال.